اتأملي في هيك منظر وروحي عيري لغة زجرنا بميزان اللغات العالمية. سيد مصطفى هلق عوافي يا الله يا سيد مصطفى هلق عوافي اجا دورك استيقظ حاج غافي وصل الاخبار عنك يا محمد بحقي ما حملت لسان دافي يا عيب الشوم ما فكرت ابعد تتظهر هالعداوه وهالنشافي ما شايف حضرتك في هيك مقعد كانك زلح في حد الزرافي اذا كان لك بحرب الزغيب مقصد اذا ما كان عندك عزم كافي بدك تذبح السبع لتنمرد ولحمه وتعمل ببيتك مضافي وبدك تدخل على الف معهد وتحمل جرأة رجال الصحافي وتتعمع وتدرس الف منجد وبراسك تحشر مكاتب ثقافي عميل الجاحظ وعنطر الاسود وميل المنفلوطي والرصافي وعميلي ركض ونخلي واسعد العطون من السما فك الخلافي اعلميني الجاحظ وعنطر الاسود وعميلي المنفلوطي والرصافي اوعى ميلي ركض ونخلي واسعد العطون من السما صك الخلافي وتجي تطلب من الحجاب موعد انا هيكل انا معبد قوافي وما فيك تفوت ع حرمة المعبد اذا ما كنت حان الراس حافي انا الكن بليل الشعر مرصد قطعت جبال وسهول وفيافي انطروا الاجيال بلكي بعد يولد حدا يقطع وراي هالمسافي انا موسى انا المارج الامرد الحياة والموت كلمي عن شفافي الشعب بيشهد والله بيشهد عبصيت مر بعين الناس شاعر الا ما يعربش عكتافي